السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. اليوم بإذن الله سأقدم لكم أسهل وأسرع طريقة لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب. بالنسبة لهذه الطريقة يعني نداوم عليها فقط تقريبا مدة أسبوع، وستلاحظون النتيجة والفرق واضح إن شاء الله. ممكن يعني إذا كان هناك مشكل ولم تطول هذه الرموش ولم يعني يحدث هناك تغيير خفيف فقط، ممكن أننا نستمر عليها. هذه الوصفة بسيطة جدا وآمنة، يعني لن تحدث لنا أي مشاكل خاصة بالنسبة للرموش للعينين، فقط يجب اتباع الخطوات جيدا، لأن هذه الوصفة فيها خطوتين يعني سهلتين جدا إن شاء الله. قبل ما أبدأ في طريقة عمل هذه الوصفة، أتمنى منكم أحبائي دائما لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي لا يبخلوا علي بدعمي والاشتراك فيها وتفعيل الجرس، يعني الضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، وسأحاول دائما إن شاء الله إفادتكم بأسهل وأسرع الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة للي قلت في هذه الوصفة، أول شيء ضروري جدا المداومة، يعني أحيانا نعمل وصفة مرة أو مرتين ونقول أنه لم تكن هناك أي نتيجة، بالعكس ضروري جدا المداومة على الوصفات يعني حتى تعطينا النتيجة المطلوبة. قلت نحتاج إلى مرحلتين بسيطتين. المرحلة الأولى سنحتاج فيها إلى الحليب السائل، أي نوع حليب سائل، من الأحسن نوعية تكون جيدة أو طبيعي. إذا كان عندنا حليب سائل طبيعي نأخذ كمية قليلة فقط. هذه الوصفة نقوم بعملها في الليل، دائما نقوم بعملها في الليل، وفي الصباح نقوم بإزالتها وغسلها إن شاء الله. قلت نحتاج أول شيء إلى الحليب السائل، ونأخذ قطعة قطن بهذا الشكل، نغمس قطعة القطن في الحليب السائل، يعني بعد تنظيف الوجه جيدا، نغسل الوجه جيدا والعينين، ونزيل يعني إذا كانت هناك مسكرة على العينين نزيلها تماما. نأخذ قطعة من القطن ونقوم بغمسها في الحليب السائل بهذه الطريقة، ونقوم بمسح الحواجب والرموش، يعني الحليب لن يضر العينين نهائيا، يعني عادي جدا حتى لو دخل داخل العينين لن يحدث هناك أي شيء، خاصة إذا كان الحليب طبيعي. نمسح الحواجب جيدا، نحاول أن نبلل الحواجب، يعني الحاجب الأيمن والأيسر بنفس الطريقة، ونمسح فوق العينين أيضا. أيضا هذه الطريقة تعمل على التخلص من الهالات السوداء تحت العينين. بعد استعمال الحليب على الحواجب، نقوم بترك الحليب تقريبا مدة 10 دقائق، ثم نقوم بغسل الوجه جيدا وتنظيف العينين جيدا من بقايا الحليب. هذه هي الخطوة الأولى، هي خطوة أساسية جدا في نجاح هذه الوصفة. ثم نأتي إلى الخطوة الثانية، وسنحتاج فيها إلى مكون واحد فقط، وهو زيت الخروع، يعني أثبت زيت الخروع فعاليته في إطالة الرموش والحواجب يعني بشكل يعني رائع جدا إن شاء الله. نأخذ تقريبا زيت الخروع، ونأخذ يعني هذا العود الخاص بالتنظيف الأذنين، نغمسه في الزيت بهذه الطريقة، ونقوم بتوزيع الزيت على كامل الحواجب وعلى الرموش، يعني نحاول أنه لا يدخل الزيت داخل العينين قدر الإمكان. نمسح قلت الحواجب جيدا، وندهن أيضا الرموش جيدا، ثم ننام، نترك هذا الزيت على الحواجب وعلى العينين لليلة كاملة، وفي الصباح نقوم بتنظيفه وغسله عادي جدا بالماء الدافئ والصابون، يعني طريقة عادية جدا. نكرر هذه الوصفة قلت على الأقل مدة أسبوع، وستلاحظون النتيجة
الإيجابية إن شاء الله. هذه هي الوصفة لليوم، سهلة بسيطة جدا، أتمنى أنها قد كنت تفيدكم. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. اليوم بإذن الله سأقدم لكم أسهل وأسرع طريقة لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب. بالنسبة لهذه الطريقة يعني نداوم عليها فقط تقريبا مدة أسبوع، وستلاحظون النتيجة والفرق واضح إن شاء الله. ممكن يعني إذا كان هناك مشكل ولم تطول هذه الرموش ولم يعني يحدث هناك تغيير خفيف فقط، ممكن أننا نستمر عليها. هذه الوصفة بسيطة جدا وآمنة، يعني لن تحدث لنا أي مشاكل خاصة بالنسبة للرموش للعينين، فقط يجب اتباع الخطوات جيدا، لأن هذه الوصفة فيها خطوتين يعني سهلتين جدا إن شاء الله. قبل ما أبدأ في طريقة عمل هذه الوصفة، أتمنى منكم أحبائي دائما لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي لا يبخلوا علي بدعمي والاشتراك فيها وتفعيل الجرس، يعني الضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، وسأحاول دائما إن شاء الله إفادتكم بأسهل وأسرع الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. بالنسبة للي قلت في هذه الوصفة، أول شيء ضروري جدا المداومة، يعني أحيانا نعمل الوصفة مرة أو مرتين ونقول أنه لم تكن هناك أي نتيجة، بالعكس ضروري جدا المداومة على الوصفات يعني حتى تعطينا النتيجة المطلوبة. قلت نحتاج إلى مرحلتين بسيطتين. المرحلة الأولى سنحتاج فيها إلى الحليب السائل، أي نوع حليب سائل، من الأحسن نوعية تكون جيدة أو طبيعي. إذا كان عندنا حليب سائل طبيعي نأخذ كمية قليلة فقط. هذه الوصفة نقوم بعملها في الليل، دائما نقوم بعملها في الليل، وفي الصباح نقوم بإزالتها وغسلها إن شاء الله. قلت نحتاج أول شيء إلى الحليب السائل، ونأخذ قطعة قطن بهذا الشكل، نغمس قطعة القطن في الحليب السائل، يعني بعد تنظيف الوجه جيدا، نغسل الوجه جيدا والعينين، ونزيل يعني إذا كانت هناك مسكرة على العينين نزيلها تماما. نأخذ قطعة من القطن ونقوم بغمسها في الحليب السائل بهذه الطريقة، ونقوم بمسح الحواجب والرموش، يعني الحليب لن يضر العينين نهائيا، يعني عادي جدا حتى لو دخل داخل العينين لن يحدث هناك أي شيء، خاصة إذا كان الحليب طبيعي. نمسح الحواجب جيدا، نحاول أن نبلل الحواجب يعني الحاجب الأيمن والأيسر بنفس الطريقة، ونمسح فوق العينين أيضا. أيضا هذه الطريقة تعمل على التخلص من الهالات السوداء تحت العينين. بعد استعمال الحليب على الحواجب، نقوم ب ترك الحليب تقريبا مدة 10 دقائق، 10 دقائق، ثم نقوم بغسل الوجه جيدا وتنظيف العينين جيدا من بقايا الحليب. هذه هي الخطوة الأولى، هي خطوة أساسية جدا في نجاح هذه الوصفة. ثم نأتي إلى الخطوة الثانية، وسنحتاج فيها إلى مكون واحد فقط، وهو زيت الخروع، يعني أثبت زيت الخروع فعاليته في إطالة الرموش والحواجب يعني بشكل يعني رائع جدا إن شاء الله. نأخذ تقريبا زيت الخروع، ونأخذ يعني هذا العود الخاص بالتنظيف الأذنين، نغمسه في الزيت بهذه الطريقة، ونقوم بتوزيع الزيت على كامل الحواجب وعلى الرموش، يعني نحاول أنه لا يدخل الزيت داخل العينين قدر الإمكان. نمسح قلت الحواجب جيدا،
وندهن أيضا الرموش جيدا، ثم ننام. نترك هذا الزيت على الحواجب وعلى العينين لليلة كاملة، وفي الصباح نقوم بتنظيفه وغسله عادي جدا بالماء الدافئ والصابون، يعني طريقة عادية جدا. نكرر هذه الوصفة، قلت على الأقل مدة أسبوع، وستلاحظون النتيجة الإيجابية إن شاء الله. هذه هي الوصفة لليوم، سهلة بسيطة جدا، أتمنى أنها قد تفيدكم. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.